أولاً أرحب بكم جميعاً وأشكر حضوركم الكريم. نحن أردنا بالأمس بالفعل بالميدان أن نقول للعدو أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتماً، ولكن بشكل مناسب ومتناسب. مستوى آخر من الكلام اللي هو حزب الله بيحمل مسؤولية لأنه هو يسيطر على مرفأ بيروت، وهو يدير المرفأ، وهو يتحكم بالمرفأ، وكل ما يجري بالمرفأ بعلمه وتحت نظره وضمن إرادته. أيضا هذا كذب وتضليل وتزوير وظلم كبير. نحن لا ندير المرفأ ولا نسيطر على المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل في المرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وما هو موجود في المرفأ. المقاومة، حزب الله مسؤوليته الأساسية المقاومة، لأن هذا جزء من معادلة توادع ومن استراتيجية دفاع عن لبنان.